طب نفسك تفضل على طول. اسمي عاصم محمد علي فراج. افتكرت النهارده يا عم عاصم قدام السفاره السعوديه؟ اه الحمد لله، بلح وميه وتمر هندي وحاجات كده. كان طعم مختلف ولا زي كل يوم؟ يعني طعم مختلف طبعا، بطعم ان احنا ناس مع بعض، واحنا يعني جو لما بيبقى احسن من الفطار العادي يعني. طبعا ايه مطالبك النهارده؟ احنا مطالبنا ان المصري يبقى ليه كرامه بجد. اي دوله في العالم لما بيحصل مثلا ان اعتداء على حد من اهل البلد، البلد مش بتسكت، بتجيب حق الفرد اللي تابع للبلد ده. لكن هنا في مصر المصري ثمنه ضعيف جدا او ثمنه قليل جدا. لما بيحصل له اي حاجه بيضرب، بيتقتل، بيتهان كرامته في اي بلد، مفيش اي حد من الحكومه بتاعتنا بيتكلم. فاحنا عايزين الحكومه بتاعتنا تعرف ان المصري ليه كرامه. بعد الثوره هو طول عمره طبعا ليه كرامه، بس بعد الثوره عايزين قرارات تحسسنا المصري ليه كرامه. عايزين نحس بكرامه المصري. عارف نفسك؟ أمجد محمد جميل. منين يا أمجد؟ من القاهرة. النهارده ايه الفطار النهارده؟ احكي لي على الفطار والسفارة واللي جاي. الفطار؟ لا والله وما شاء الله، يعني هنا روح تعاون، مش هنقول بقى كنتاكي ولا عملاء ولا الكلام دوت. يعني خلاص بقى مرحلة جديدة، الحمد لله الناس كلها أكلت وبزيادة، تمام؟ ما حدش كان شايل هم الفطار، وما حدش كان بيفكر على فكرة في الفطار يعني. أنا بالنسبة لي يعني اضعف الايمان ان انا بقول ايه، يعني اللي حصل اول امبارح دي جريمه، تمام؟ وزي ما قلنا ارحل لحسن مبارك ورحل، تمام؟ بنقول ارحل للسفير وان شاء الله برضه هيرحل، تمام؟ يعني اعتقد ان إيه اللي حصل 25 يناير كان اصعب من اللي حصل دلوقتي. لو متسخر هنا ان شاء الله باذن الله، لحد باذن الله مش هتصحى، ده في اعتكاف ان شاء الله هنا. ان شاء الله ان شاء الله الاعتكاف هنا باذن الله. كل سنه وانت طيب. صح سلام. معلش عطالك، اتفضلي عرفي نفسك. انا هلا جمال. منين؟ من فيصل هنا. النهارده فطرت قدام السفاره الاسرائيليه. فطرت قدام السفاره الاسرائيليه الحمد لله، وفطار جميل، ما فيش اي حاجه. ما كناش شايلين هم الفطار قوي، يعني هناكل ايه او كده. بس والله العظيم الواحد كان قاعد وكان الاكل بيجي له لغايه عنده، يعني حاجات بسيطه، بلح، كيس تمر، مش عارف ايه، بس الواحد مش همه الاكل قوي يعني. ناويه بقى النهارده ايه بقى، استمرار ولا؟ والله قاعدين ان شاء الله، هنيجي كل يوم يعني لغايه ما نحس بجد ان احنا لينا كرامه، وعشان اكتفينا قوي من نشجب ونعترض ونحتج، وعايزين قرارات بجد يعني، عايزين افعال، مش عايزين شجب، عايزين افعال، عايزين كرامه بس. شكرا. سلام.